السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل رف بسيط من الأخشاب الطبيعية، خشب البيتش باين والخشب الأفريقي. المقاسات عندنا العرض 15 سنتي والطول 85 سنتي، ودي حوالي تقريبا 70 سنتي، والعرض 5 سنتي والسمك 18 ملي. جميع الأخشاب المستخدمة من شركة أرو أرت، وهسيب لك روابط الشركة إن شاء الله في شريط الوصف. تعالوا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. هنبدأ نثبت الخشب باستخدام الكوايل، وبعدين هننعمه باستخدام الصنفرة الدبابة. بعد كده هنبدأ نعمل القشاط، والقشاط ده سمكه بيكون حوالي 10 ملي، وده وظيفته ان احنا بنغطي بيه سمك الخشب، خصوصا في خشب الطبقات او الـ MDF في الارفف. القشاط ممكن تعمله زي ما احنا شايفين، او انك بتشتريه جاهز من محلات الحلاية. بعد كده هنبدأ نقص القشاط بزاوية 45 عشان نحزم بيه الرف زي ما هنشوف مع بعض. بنثبته عند الزاوية، وبعدين ناخد قياس الضلع التاني ونبدأ نقصه على المنشار. بعد ما قصينا الأطوال نبدأ نثبتها بالغرة وبالمسامير. بعد تركيب الوشاط دايما بنلاحظ ان في اختلاف حوالي 1 ملي او 2 ملي، عشان نشيله هنستخدم الراوتر بالأداة ديت. أداة سهلة جدا ورائعة. هيظهر دلوقتي بطاقة على الشمال تقدر تضغط عليها عشان تعرف طريقة تنفيذها بالتفصيل. بعد كده هنقيس 15 سنتي من كل اتجاه وناخد علام، وبعدين نجيب القائم اللي هيشيل الرفين ونبدأ ناخد العرض بتاعه ونعلم. وكمان هقيس السمك بتاعه، علشان على قد السمك بالظبط هبدأ أفرغ في الرف الأول والرف الثاني باستخدام الزاوية المتحركة. هبدأ أحسب السمك ده وانقله على الرف وأبدأ أفرغه باستخدام منشار الأركيد. جميع المعدات المستخدمة هسيب لك الروابط بتاعتها في شريط الوصف. بعد كده هبدأ أعمل الزوايا اللي هتشيل الرفين. طولها حوالي 15 سنتي في 10 سنتي، وشقها هيبقى سمك كل قطعة حوالي 18 سنتي. هبدأ أسيب 2 سنتي من كل اتجاه، وبعدين أبدأ أوصلهم ببعض وأشق الزاوية زي ما احنا شايفين، وأبدأ أجمعها على الخشب. هسيب حوالي 18 سنتي من فوق ومن تحت، وهتكون دي بداية تركيب الزاوية من أعلى ومن أسفل. هضيف غرة وأبدأ أثبتها بدباسة المسامير، ومن الخلف هبدأ أعمل لكل زاوية ثقبين وأثبته بالمسامير عشان تكون طبعا قوية ومتينة. دي كده الزوايا اللي هي اساسا هتشيل الارفف، فانا مش محتاج غير ان انا اثبت الارفف بمسمارين بدباسة الهواء لمجرد بس التثبيت، ولكن الوزن كله اللي هتشيله الزوايا، فمش محتاج اثبتها بمسامير. هبدأ ادهن الخشب بالسيلر وجهين والصنفرة الجيدة، بعد كده هبدأ ادهنه باي نوع ورنيش شفاف زي ما احنا شايفين.
وعلى بعد حوالي 3 سنتي، وفي المنتصف بالظبط هبدأ أعلم عشان أعمل ثقب. الثقب ده هو اللي هركب فيه المسمار اللي هيشيل الرف. بعد كده أبدأ أخد البعد بين الثقبين بالظبط وأبدأ أعلمه على الحيطة وأظبطه بميزان المية عشان أتأكد من استقامته. وبعد كده بالدريل أو الشنيور هبدأ أعمل ثقب وأحط فيه الفشر وأبدأ أثبت بالطريقة العادية مسمار، وبعد كده أربط عليه بالدريل. ده كده فيديو النهاردة، فيديو بسيط جدا، رف مصنوع من الأخشاب الطبيعية، خشب البيتش باين والخشب الأفريقي. أتمنى فيديو النهاردة يكون فيه استفادة. متنسوش دعواتكم لنا بالتوفيق، وظل أمك زي خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.